عندي زيت عندي على النار، وبجيب عندي بصل يكون دائري بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه اهو، ونقطعه بالسمك كده بالشكل ده، وبعد كده نقوم ايه مفرغينه كده كده اهو. لو واحدة مش معمولة مظبوطة عادي مفيش مشكلة، كملي اهو اهو. البصل الباقي ده هنعمل ايه؟ يعني اكيد بنعمل مثلا، يعني مثلا عملت كسكسي النهارده، هعمل الحلقات البصل الاول افرغها واحطها في ميه بتلج، وباقي البصل اللي هو القلب اللي انا مش هحتاجه او بيبقى ملفوف على بعضهم احطهم فين؟ في الكسكسي نفسه، او بعمل مثلا اي تخديعه محشي ولا حاجه احطها معاهم. فالبصل مش هنرميه ولا اي حاجه خالص. المقادير قدام حضراتكم على الهواء، وبعد ما قطعناه حلقات بنقوم حاطينه في ميه بتلج، ده مهم جدا جدا. عندي نص كوب من الدقيق، عندي معلقه كبيره من النشا، دي 2 عدد بيض، ربع كوب من الحليب، ربع كوب من البقسماط المطحون، وعندي بابريكا، وعندي ملح، وعندي فلفل، وعندي زيت للقلي. تمام، هذه الميه بتلج. بص بقى الميه بتلج بتعمل في ايه، بتخليه ماسك نفسه. يعني بص ده عامل ازاي، بص عامل ازاي، ده تلاقي بقى طري اهوت لسه ما اتحطش في ميه بتلج. بص اللي اتحطت في ميه بتلج عامله ازاي، تمام ايوه بالظبط. فتقدري ان انت تطلعيها وتطلع معاكي مقرمشه، فلازم ميه بتلج عشان هو دي اللي هتمسك حلقات البصل اللي عندنا وتخلي لها عصب ناشف. فاهم حضرتك ازاي؟ تمام كده، حلقات البصل تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بقسماط اه، كوباية دقيق، والنشا، بابريكا، اتنين عدد بيضة، حط عندي شوية من الملح، واجيب عندي مضرب سلك عشان اعمل عجينة، واقوم حاطط عندي الحليب، ولو احتاجت حاجة سايلة تانية ممكن اديها شوية من المية. عجينة زي الزلابية بالظبط. ما تخففيش العجينة، قدام حضرتك اهيت دي العجينة، ما ضفتش اي حاجة تانية، هي الكمية اللي انا حطيتها هي ديت اللي احنا هنشتغل بيها قدام حضرتك اهيت. تمام، طيب نشيل الكلمات ديت نحطهم هنا. يفضل ان انت تاخدي البصل ده اهو وتصفيه فتحطيه في مصفى ونبدا اللي احنا نشتغل منه، ده يفضل طبعا، يعني بلاش الميه لان الميه ديت ممكن تعمل عازل بين البصل وبين الحاجه اللي انا شغال بيها. الزيت عندي سخن عندي على النار، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا العجينة انا محتاجة تخفف سيكة كمان شوية بالمية قبل ما اعمل اي حاجة، محتاجة شوية صغيرين جدا من المية. بص دي بقى الله اكبر، الغويط بقى ايه، لا الكمامه اللي لابساها ديت عامله قلق.
يلا باشا. بص يا باشا اهو، سامع سامع الصوت؟ بص سامع الصوت، قرمشه خرفشه وكل حاجه. تمام قدام الراجل. انا خلاص انا هوديكوا الفكره بس بتاعت البصل وخلاص عشان الوقت، لان عايز اقدم الايه الكسكسي بتاعنا قدام حضرتك اهوت. نقدمها بقى مع شويه مايونيز، نقدمها مع شويه كاتشب، مايونيز وكاتشب الاثنين مع بعض كوكتيل صوص، ونقدمهم بالهنا والشفا.